يواصل معبر رفح الدولي فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول الأجنبية، حيث شهد المعبر اليوم دخول أول شاحنة محملة ب 25 ألف لتر من الوقود تدخل إلى قطاع غزة منذ بدء تصعيد في 7 من أكتوبر الماضي. وكان المعبر قد شهد أمس دخول قافلة إغاثية تضم 150 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية. كما شهد المعبر خروج 400 من رعايا الدول، فضلا عن استقبال 4 حالات من المصابين الفلسطينيين.